خير مشاهدينا، مرحبا بكم معنا في هذه الحلقه الجديده من البرنامج كيف الحال. غادي نخصوها اليوم للحديث على واحد المشكل اللي تيوقع ما بين الازواج، وهذا المشكل هذا مازال ما بين اخذ ورد، واش الناس متقبلينه ولا ما متقبلينوش. حنا ما ندخلوش في هذه المسائل، غادي نتكلموا فقط على الزوجين والعلاقه ديالهم مع بعضهم. غنتكلموا بالذات على الاغتصاب الزوجي طبعا مع دكتوره امال شباش. صباح الخير دكتوره امال. صباح النور عزيزه. كيف ما قلت يعني مازال ما بين الناس اللي كيتقبلوا هذه المساله، واللي كاين اللي كيقول لك لا ما بين الزوج الزوجة ما كاينش، ما يمكنناش نتكلموا على اغتصاب. ولكن انت بحكم الممارسة تيجوا عندك زوجات اللي تتقول لك انا الزوج ديالي تيغتصبني او لا قليل. طبعا هذه المسألة ما كنسمعوهاش في لو سونس انفيرس، ولكن غالبا من عند الزوجات. كاين فشنو كاين بطبيعة الحال ماشي بنفس الدرجة وماشي بنفس الحدة. مي غتكلمين على هذه المسألة دكتورة شباش. ولكن شنو تنقصدوا بالضبط حسب الاخصائيين النفسانيين والناس بحالك اللي تهتموا بالحياة الحميمية ديال الناس، ملي تنتكلموا على اغتصاب زوجي شنو تنقصدوا؟ يعني اولا عزيزه نكونوا واضحين، حنا ما كنهضروش على المستوى القانوني. اكيد هذا ماشي الموضوع ديالنا، ماشي الموضوع ديالنا وماشي ديالنا وماشي البرنامج ديالنا. حنا كنهضروا على المشاكل ديال العلاقات الزوجيه. اليوم غنهضروا على هذا المشكل في العلاقه الحميميه، فين بعض المرات بعض السيدات كيعيشوا الفيف كيعيشوا العلاقه الحميميه كاغتصاب. واش اغتصاب ماشي اغتصاب حنا ما نهضروش على القضيه. مي هي كتحس بان الزوج ديالها كيبزز عليها، كيفرض عليها العلاقة الحميمية، هي كتعيشوا يعني كاغتصاب. يعني الوغ فاش كنقولوا كتعيشوا يعني لو فيكو، يعني الاحساس ديالها بانها ما احترمهاش في كلمه لا ديالها، يعني ما بغيتش ماشي الوقت ديالها، يعني ما بغاتش العلاقه الحميميه. يمكن كيستعمل العلاقه الحميميه باش يفرض السلطه ديالو على الزوجه ديالو. دونك هي لو فيكو ديالها كتعيش بانها في واحد المكانه اللي كتحس بانها لتحت، والراجل كيفرض عليها وكيشوفها كشيء. يعني ما كيعطيش اهميه للراي ديالها، للرغبه ديالها ولا عدم الرغبه ديالها. يعني هي كاينه صافي، خصو يلبي الاحتياجات ديالو وستوب فقط. اكيد جاو عندك سيدات اللي تشكاو من هذه المساله، ما درتي عرفتيها الا وحتكيتي بسيدات عانوا من هذا المشكل هذا. واش كتلاحظي انه مثلا النظره ديال الزوجه منين هي كتعتبر ان الزوج اغتصبها، واش الزوج كيكون واعي بهذه المساله ولا لا؟ ولا بالنسبه له هو فقط هذاك واجب ديال الزوجيه والزوجه خصها تمتثل الامر ديالو؟ يعني كيفاش لا بيرسيبسيون دو شاكان دي دو؟ واش كيف ما كتشوف الزوجه هذه المساله كيشوفها حتى الزوج، او لكن هناك اختلاف؟ سؤال مهم عزيزه. الوغ هنا نبدا نشوفوا دائما الحاجه من جوج جوايه. يعني الزوج بعض المرات كيقول لك انا الزوجه ديالي ما عمرها ما كتبغي تقرب مني، انا عيت. يعني انا اللي كان خصني باش نلبي الاحتياجات ديالي، بعض المرات انا كيخصني انا نفرض بين قوسين عليها حيت هي ما عمرها ما كتقول واخا. دونك هنا عاود مشكل اخر. الوغ هنا هاد الزوجه هادي اللي ما عمرها ما تتقول واخا، نهار كتقول مثلا هذاك اغتصاب زوجي، واش فعلا كيكون عندها الحق؟ هذاك الشيء غنرجع ليه من بعد، باغي نكمل باش ما ننساش. لا لا ما ننساش، ما تخافش، باسكو حيت دائما خصنا نشوفوا جوج النظره ديال الزوج والنظره ديال الزوجه، الطرفين. دونك هو بعض المرات الوغ كاين جوج الانواع ديال الازواج. بعض المرات كيقول لك لا انا مراتي المره الاولى، المره الثانيه، المره الثالثه، العام الاول، العام الثاني ما كنحسش بها، كنحس بها بانني كنفرض عليها، كنحس بها بانها ما كتجاوبش معايا، انا غنحبس كل علاقة حميمية حيت انا ما يمكنش، انا كنحترم المرأة ديالي، انا ما يمكنش نبزز عليها. دونك انا بغيت حل دابا، اما هي تشوف اخصائي تشوف شنو المشكل ديالها مع العلاقة الحميمية. ولا انا غنلقى حلول اخرى. يعني مثال نوع اخر ديال الازواج ما كيطرحش على راسو كاع هذه الاسئلة، كيقول لك انا مجوج حقي. دونك كل واحد وشنو. دونك انا عطيتك لي اون جينيرال، يعني كاين الرجال اللي كيقول لك نو انا ما نقبلش ليا انا هذا النوع ديال العلاقه الحميميه، وكاين النوع ديال الاخر ديال الرجال كيقول لك لا انا ما انا خصني انا حقي. الوغ المشكل اللي كيتطرح سيكو العلاقه الزوجيه لما كانش كتسعد الاثنين راه بجوجهم غيتعذبوا. يعني الزوج هو كيحس بان الزوجه ديالو ما كتجاوبش معاه، والزوجه كتعيش هذا كاغتصاب، يعني كيبزز عليها العلاقه الوغ هي ما باغاش. دونك بجوجهم معذبين. نعم من بعد شنو كيوقع؟ هي كتفقد الرغبه ديالها.
يمكن من الاول ما كانتش كاع عندها الرغبه على لعده اسباب، باسكو هذا الموضوع هو شاسع جدا. يمكن هي ما كيعجبهاش جوده العلاقه الحميميه مع الزوج ديالها، يمكن هي عندها مشكل مع الحياه الجنسيه عامه، يمكن هي ما عندها حتى تجربه، والتجربه الاولى كانت تجربه صادمه خلاتها ما كتكره العلاقه الحميميه. يعني كل واحد وكيفاش كيعيش هاد العلاقة هاد النوع هذا. تخيل يعني احنا غادي نعرفوا مازال هناك اسئله كثيره تتطرح في الذهن، يعني كيفاش ممكن هاد الزوجه فين تمشي مثلا ملي كتحس بان الزوج اغتصبها مثلا. كنتكلم طبعا على المستوى النفسي، يعني من توجه، كيفاش تكلم معاه، اشياء هكذا، بوكو دو كيستيون. غادي نشوفوا من بعد من ناخذ المكالمه ديال سعاد اللي كتصل بنا مدينه الدار البيضاء. الو لالا سعاد، صباح الخير. صباح الخير. بخير الحمد لله، الله يبارك فيك، مرحبا بك معنا. تفضلي بسؤال ديالك الدكتور امال شباش. لالا سعاد، اختي كنلاحظ الزوج عندي دابا ما بقاش معايا كما كان، تبدل عليا، تغير عليا بزاف، هما دابا مده ديال 5 شهور ما عرفنا حتى شي حاجه، وبقى في الحال. الوغ انت العكس، يعني ماشي حتى ديال ان زوجك ماشي كيبزز عليك، وانما كتلاحظي انه بعيد منك، ياك لالا؟ باه 8 شهر. نعم. واخا قولي لي، واش انت بحال دابا كتمشي لعندو وكتقول له لا انا محتاجك، واش كتقوليها للزوج ديالك؟ واش بعد ما لا ما تنقولش ليه، لا هو ما تيقولش لي وانا ما تنقولش ليه. يعني ما تتاخذيش البادره انت نهائيا؟ لا. ولكن حتى لين، يعني الحل شنو هو؟ يعني خصكم تمشيو تشوفوا اخصائي، يعني ما خصكش تشوف الحل. داكشي اللي بغيت نشوف الحل، انا ما بقاش معاه ما والو، كنتعاملوا مزيان ولكن العلاقه ما بقاش كيقول لي والو. واخا دونك يعني السؤال واضح، باين يعني سؤال واضح، يعني اي ازواج عندهم مشكل دابا بدا كيدخلني الشك شويه، بقى وليت كنقول عنده شي حاجه ولا مريض ولا ما قادر تيقول لي. هذا كيذكرني في واحد الموضوع اللي كنا تناولناه انا وياك امل قبل اسابيع هكذا في التلفزيون هكذا في الراديو. نعم. واللي سيدات بحال السيده سعاد هكذا اشتكوا من بعد الزوج. نعم. ومن انعدام العلاقه الحميميه. ياك لالا سعاد، كنظن كنتي تبعتي معنا هذيك الحلقه. تبعت. وشنو السيدات كيتسائلوا كيفاش يديروا، ولكن على ما لاحظت وانت غتصحيني ان سعاد جوستمون ما دارتش خطوه. نعم. باش تحكم وتقول بان الزوج راه كاين شي حاجه، وبدات كتشك، يعني اغلب الاسئله كانت بحال هكذا، الزوجه تتبدا تشك ولكن هي ما كديرش البادره من عندها، وكتسنى الزوج هو اللي يدير البادره. نعم. دونك شنو ممكن تقولي لسعاد؟ واخا ربما بعيد على الموضوع ديالنا اليوم، ولكن ما كاين حتى مشكل، يعني اي حاجه، اي علاقه حميميه كضر واحد من الاثنين. خصنا رحنا مجوجين الزوينه والخايبه والحلال الحمد لله جمعنا، نديروا يد في يد ونمشيو نشوفوا اخصائي ونطلبوا المعلومه من عند الانسان اللي غيقدر يعاوننا. ما نمشيوش بعيد في الافكار ديالنا. ولكن واحد الحاجه اللي انت دائما تتكلمي عليها دكتوره امال شباش، مساله التواصل واهميته. بحال دابا سعاد ما سولت راجلها، ما هضرات معاه، ما حتى شي حاجه. دونك واش حتى نديروا تواصل مثلا مع بعضياتنا، حتى نسولوا ويسولني عاد باش نمشيو عند اخصائي ولا كومون؟ وي نحاول، لا بدا ما نطرح المشكله، ولكن انا فكرتني لا سعاد كنشكرها، باسكو واخا السؤال ماشي الحلقه ديالنا ولكن راه مرتبط. باسكو انا كنتفكر بعض السيدات، بعض الازواج، يعني الزوجات، فين الزوج كيكون عنده مشكل ما في الرغبه الحميميه. نعم. كتولي هي اللي كتفرض عليه، دونك هو اللي نقدروا نقولوا بانه بعض المرات كيعيش هذه العلاقه الحميميه كاغتصاب. واش فهمتيني؟ يعني كتبزز، يعني شي حاجه اللي انا ما قادرش عليها ولا ما باغيهاش ولا لعده اسباب ما قدرتش عليها، والاخر كيدير ليا ابتزاز وكيقول لي لا دابا وانت مالك وانت مالك، وكيستعملوا بعض المرات شي كلمات جار كتجرح. يعني لا، ما بين قوسين اسمح لي غنقولها، لا انت ماشي راجل، لا انت هاد الكلمات خصنا نحيدوها من فمنا. باسكو راه كتجرح الانسان. الزوج ديالك راجل اونست، ولكن بعض المرات المشكل كتزيد مازال تكرس المشكل. وي باسكو كتجرح وكتزيد كترج كتنقص منه، وهو كيحس بانها ما كتحترموش. نعم. وكيحس هو كيلوم راسه، دونك حتى هذا الاحساس هو واحد الاحساس اللي يقدر الاخر يعيشه كنوع ديال الاغتصاب. باسكو كتبزز عليه. لا دابا لا، وهو يمكن عنده مشاكل ما. يمكن مشاكل هرمونيه، يمكن مشاكل في الخدمه، يمكن مشاكل نفسيه، يمكن عنده اكتئاب. واش شي واحد ما قادش وكتبزز عليه؟ دونك اي راجل كيقدر يعيش هاد التجربه قاسيه. نعم. والزوجه حتى هي. نعم. ولكن بحال اللي قلتي عزيزه قبيله، الزوجات كيعيشوا اكثر.
نعم هذا الاحساس ديال بزز ديال اغتصاب زوجي. غير باش نختموا دكتوره امل شبش، حنا ملي كنتخيلوا مثلا ملي كنتكلموا على مساله اغتصاب، تيبان لنا ديما واحد العلاقه ديال القوه، هناك شخص قوي وشخص ضعيف في المقابل. واش يمكن لنا، وكنتخيلوا ان هذه العلاقه الزوجيه فيها عنف، نعم. هو طبعا نوع من العنف. علاقه زوجيه مثلا وعلاقه حميميه كتم بين زوج والزوجه ديالو، واش ممكن تعتبر اغتصاب الا ما كانش فيها هذا النوع ديال العنف وهذا النوع ديال جو سي با، ربما اللي كيوصل للضرب ولا هذا لدرجه ان الزوج يدير علاقه حميميه مع الزوجه ديالو؟ بين الازواج خاص يكون احترام. نعم. بيان سور ما كاين لا عنف جسدي لا عنف نفسي لا عنف جنسي. يعني الزوجه ديالي الا كنت انا غنقول لها بحال دابا، هي بزاف ديال الزوجات تقول لك انا ما باغاش، ولكن كتقول لك انا باش نتفادى صداع، ما بغيتش الغوات، ما بغيتش صداع، ما بغيتش شي حاجه، كنقول ليه واخا. ولكن مع الوقت خاص الزوج يكون واعي بان الزوجه غتقول ليه واخا وهي ما باغاش، دونك مع الوقت غتزيد تبعد منه. نعم. دونك شنو لا سوليسيون، شنو الحل؟ نعم. في كلمه واحده خاص نحبب ليها هذه العلاقه الحميميه. حتى حاجه ما كدير بزز في الحياه، لا للزوج لا للزوجه، شحال ما بززت مع الاخر، بززت على الاخر، غنوصل للغرض ديالي، غرض ما بواحد الطريقه ما، ولكن خصني نشوف مع الوقت. نعم. مع الوقت راه انا اللي خاسر كزوجه ولا انا اللي خاسر كزوج؟ مازال غادي نتكلموا على هذا الموضوع هذا مشاهدينا ومستمعي برنامج كيف الحال في الراديو، كذلك مازال كاين اشياء وبعض النقط اللي مازال ما طرقناش لها دكتوره امل. نعم. شباش غنتكلموا عليها كلها في العشيه ان شاء الله، ساعتين ديال المباشر معكم والتواصل معكم وطرحوا كل الاسئله ديالكم سواء كانت في هذا الموضوع او اي موضوع كيهمكم، فقط يجب ان يدخل في التخصص ديال دكتوره امل شباش اللي غادي ترافقني على المباشر من جوج حتى لاربعه على امواج راديو دوزام. الى اللقاء.